وين بلاده؟ بلاده يقولوا انه وين مسلمات؟ هذا ترى ساكن عندنا، ساكن عندنا صار له يومين. ايه مسافر خانه؟ ايه كاني شفت صدقه قاعد عجب بس يبغى له شيء محتاج له. مو باغل له؟ مو باغل له ما باغل له شيء بس تشوف بس بتشوفه. عنكم بعد تسوي ماله؟ ناوي اسوي ناوي فاضول ناوي. ما حيلك تسوي ماله انت. فلوسك ما تغيبها لا مالد ولا غير، خلي نشتل احسن لك انت ما تشغلك على السؤال. خلي بهالسؤال خلي وتقولي لك ذاك هو بابا زيديش زيدي وين في الخمسة يقولوا عن في الخمسة يا ربي وانت منين تجيبي ذا الاخبار ابوي وابوي 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 لا تسويني كلام ساعة قبل قوم عقل عيش خلي قلبوا في دانش واكملش انزين قولي انزين يوم انت ما حد شي صرتي البلاد يا ريتش ما صرت يا ريتني ما صرت فاتني خليتك كله في فادي ولي انت وطلع لي شي نعم انت ما يفوت الشي يا ابوي اقول لك تدي وتودي يلا يلا محلاها محلاها السالفه محلاها يا ربي قولي مو صار كابوي حيالها تبري عنها ما بغيوها ما بغيوها يا ربي يقولوا حقب هي في التتريك الزين ها في التتريك ما يستوي ما يبغيوها يا ربي الله اكبر وانت عينك الا ذا مصففه الحكي ومن ورائي انا ما تعرفيني ما انا بنت الحلال ما متفيقه من ذا الكلام يخبو معي في البيت جالسه لما انا ابوي رجولي متفلته اسير الشرق والغرب والهند والسن ما حد يقبضني ما حد يصدق هذاك حمدان في بنيانه وانا في سويفه واحلى ذا الزوج بو عشنتي نعم مخليني احبابي على حريتي ما اقول لي شيء تسير يدي ما عنديش ذاك اليوسف ابوي لو على فؤاد خلي انت خلي اقول لي صغيره تعرفي مريم؟ مالها؟ وفاطمة؟ هي وزوينة؟ واحلينهم مالهم نوبة ذيلا طيبين طيبين ما أقولش ما الطيب في كل حال حتى فيها أنا الطيب شوفي. أنا مو فيي وابوي طيبة وافية نعم يوم تعرفيني وافية؟ هي بس عقب أقولش كي جلسوا هناك شي ورا البيت هي ونزلوا فيها كلا واحلين أغبيش وسوالف واحلين عاد سمعي الخدمة أنا أبو أقولهم ما يركن حاجة حريم يلا بستر حوز ما تقدري قولي أقول الله يحب تعب من كثر ما انا صح ما يستاخر كذا ابوي كذا كذا زنة كل شيء بلونه بنت حلال كل شيء بلونه واقول لك تعالي اصاصخك ترى احنا بيتكم على الدربه ما حد يتصنخ قولي قولي ما حد شوفي هذيك الحرمه ابو جالسه الله اكبر علينا هاري تجيب سوى الفاتحه لامي عليكم هالنمونه واحد يحتاج ما يدليهم بيته الحلال مو اقول لك وين دي سوموتها مو زين يا قولي لا والله مو زين يا قولي هذا الزمان كان الدنيا مختلفة الله يرحم قولي الله يرحم زين جيت بناتي زين أبويا عند حقنا في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دائما أقول إن هذا الباب شدوه هذا الباب بندو سنانين دخلا بوشي دخلا لعبا بالبيت مو ذا البلع لا حول ولا قوة الا بالله جيت والدي يوسف وما هذا السمكة جابيت الصدح بابي سهوة انزل ابوي خلي في السيكة داخل بقوش نص ما ابوي مالي يا وفلا ها اقصاها حاشهر ديك حاش وين انا سمع حاشهر يا ربي خلي انتي خلي من تسقى ما شايفة خير لا تقولي لي كذا ترى وابوي يلا اني متعب انزل وابوي يوسف اين صار ولدي صار جبهين الوعى والباذنجان والقلقلان لا اله الا الله نسيته عند بش بغالي نسيته وهذا غايب وهذا غايب سكتي شوفي سكتني يا ساقيبه ساقيبه ولا كمسياف كمسياف ها ابوي اذا زايد على سياف اقول لك مو اكملش السالفه كملي يا ابوي بعدش ما خلصتي ما خلصت يلا نشتاق لي علي يوم تجي والله لك اولادش ما يطيقوني الخدمه ها المهم انا معلش منهم معلش انزل كسرت وراهم صرتي هي ما يلقيني ما اشوف ساره بيت الدخدريه شي مريوم وصرت وراهم يوم صرت عاد مدخله ما واحد ما شفت شيء وما شفتي شيء وجيت هنا حياتي شب مره واقول يا ربي ابوي تذكرت مو يا شمسو تجي شمسو تجي هين تجي هناك عندي في البيت وعدتها قالت لي بقيش البيت واعطيش العلوم الكامل هذا بعد ما كامل سيري تلحق على الكلام عني فوتني عني فوتني عني فوتش ابوي زيدني ابوي زيادة الخير خيرين يلا وتو عاد يا خلف يا اخوي انا لو عرفت انك بتردني كان ما جيتك افعليك يا حمدان يا اخوي انت امور انت تمشي فيها انت
وتجيني انت سمعت مني انا ما ارنك طلب ابدا. الله يعزك الله يعزك ويخليك. خذوا عاد مثل ما قلت لك هذا سالم وجايبنا والله الله فيه ترى فقير مسكين ما يروم يشتغل كولي والله من كسر. شيخ 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 خلف الله 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 فيه هذا انا عارفه ترى هذا رفيقنا عارفه. زين زين ما دام كذا ما علي عنتور ما يهمك يا عنتور. اقول يا حمدان. نعم يا خلف قول. انا عندي فكره. مو هي الفكره بنخليه يبيع قهوه. ابيع قهوه انا ابيع قهوه اخر زمن ابيع قهوه يا حمدان. سمعوا انتوا هاي سمعوا وما لها بيعة القهوة ما لها يا سالم الله يهديك. ما فيها شيء ما فيها سالم كان كما يعني ما فيها شيء صدقه ما يسوي ما يسوي بيع قهوة يعني انت تعرف يا حمدان ما يسوي. يا اخوي يا سالم علامك انت كي الانسان الفقير ما يجلس يتشرط صح هاي يرضب نصيبه وبعدين هاي القهوة والدنجو والباقل في مكده نعم. ناس تغانى من وراه نعم. ايه علامك انت صدقه من كذا عجب ابو نوره متربح اصلا كلهم بيع القهوه. ابوي ابو نوره عنده فلوس اكثر مني ومنك ومن الشايب خلف. اي نعم هي لكن عاد لك بخيل بخيل الشايب خلف. سكت الله اكبر عليك سكت فضحتنا. شايب خلف ايه كيف عاد بيكون يعني بالمقاطعه ولا يوم بيومه صدقه. لا لا لازم بالمقاطعه. شوف انت يا يعني مثلا بعت بخمس ربيات في اليوم ايه ربيه ونص حالك ايه وثلاث ربيات ونص حالي بعدين خسران ما عليه. شايب خلف ما يصير اذا كان قوى على حسابي. اسمع اسمع الجواب مني والله عاد برايك برايك انا اقول راي خلف زين زين ها؟ اي نعم زي. وبعدين لا تنسى يا سالم ان القهوة والشاي هاي البيع لما تصير سوق تبيع وراها مكدة. اها مكدة نعم هي احسن بدل ما جالس هايت كذا احسن لي اشتغل. صدقك صدقك تو رجال. اي نعم شايب خلف متى عاد اجي متى؟ صبح ان شاء الله. انا شوف قبل اول شيء بطرش فابول يصير السوق داخل هناك ها؟ زين ويشتري البريق والفناجين ويذهب لك اياه وباكر الصبح ان شاء الله من وقت تجيني ها وتستلم اغراضك كلهن زين زين وسيدي توكل ومن استلم غرب قبل 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 صلاه المغرب تجي تحاسبني. زين زين عن لا يكون تغامطني ولا شيء. لا لا ما غمطك انا ادري ما عندي سالم غامط. لا 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 ما غمطك بس اقول اقول ما يبغى لها هيل يعني ما يبغى لها هيل القهوه. لا لا من يشرب هيل انت تصير في الاستيشن الا خلق الله يشربونها بلا هيل. اه سيدي ستيشن وسير لاقى تجي عند خلف وتحاسبه تاخذ ربية ونص مالك وتعطي الباقي. زين يلا عجبت نقوم سير نحن خلاص استدينا يعني استدينا. لكن شوف قول يا ابني الانسان الامين. لا افعل قاعد 10 ربيات يجيني حالة من العشر ربيتين ونص من هذه الناحية ومن الخمس ربية ونص. شايب خلف أنا عاد صار لي 15 سنة أشتغل في الفرضة 15 سنة صدقة مو ما أمين. لكن لو سأل حمدان سأل حمدان خبره خبره خبره. أنا أشهد لكن لو ما ذاك الظهر مسكين اللي كاسرنا كان اليوم عنده فلوس. جيكيب جيكيب ضعيف وضعيف. المهم إن احنا استدينا وباكر إن شاء الله هو بيجيك. خليجي خليجي وبيشوف شغله ان شاء الله ان شاء الله. زين ابو يلا يلا عجب 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 بنخصك نحن نسير الحين. حياكم الله. زين خلاص يلا خلاص ان شاء الله. خلاص شباب خلاص مع السلامه. احسنت احسنت حياكم ابوي احسنت ابوي احسنت حيا الله حمدان حيا الله مالك حمدان مالك.
الله بيعطيك رزق. الحمد لله. رزق نعم. شوف يا عنتور انا كيف كريم اشغل المسكين وانسان محتاج اشغله. لا لكن انت مرة تغمض علي انا ما معي ابني. ترى يا عنتور تغمض بي احيانا يحب الساعة تغمض يعني ما كيف اسوي بقتراك؟ تراك انت ما تسمع كلامي جوابي. خلاص بعض المرات تعيبني وشيء من مرات مرة ما توبيسه. يوه دعلني مرة وغيره. شوف. ومالان ها نزلت العده نزلتها كيف تقول مالان ما تقول استاذ مالان اوه استاذ مالان نسيت ترى انت استاذ وانا المعاون قبض بلد زين قابض قبض بفوق بديت شويه تقبض شويه انت جيب رقم 6 سبانه رقم 6 جيب اوه ذل سبانه 17-6 نوبل هذه زين قبض سوي ها هذه القطعه مال مو القطعه هذه هذه قطعة مالويل أي مالويل؟ السلام عليكم وعليكم السلام فضل كيف حالك؟ خبرني بخبرك بعدين أول ما يبغى خبر ويدنا مو باقيكم أنتو الحمد لله هين ما تسافروا هين؟ باغي نسير واد معاول باغي نمر على ذاك الشيب وشوفناه عندكم في المالد أي هذاك يقولوا عنه وين من مسلمات؟ أبي تراها مسلمات حد واد معاول؟ أي ما اسمه؟ نعم فضل صرت تعرف البلدان سكت ومع إسبانيا رقم 6 قابض مو 6 يعني رقم 6 هذه ما أسميك يوسف والله زي ما قلت عايز تسوي دريو المشهورة 7 مليون ما قلت سد مالان؟ طير يا طير عليك الخير ما يشجعني مالان قوم سير جيب التاير من فوقهم بدلها التاير هذا التاير مشروع خذ عنا اعطيه طريق شوي لا اله الا الله يعق السياره فوقنا توهنا مو قاسين تسويتوا انتم مو تسوي جالسين نشتغل انت يذل بلوط سويتوا ها صار الشارع كله قرقره تعرف وحدك زعبا اخو ما سير عنكم انا اسير صحيح قبل ما تسير قول حال الشايب خلف خلي ذهب عمر الاغراض وقول حال ذاك شايب وعندكم خلي ذهب عمره بنسير من الشياب ذري انت قول حال شايب خلف هو يعرفه بس أمرنا زين شمال حاجة أحسنت بس لا تنسى أجيبكم روقة ولا شيء ما نبى شيء ما سجلت ماء ما نبى شيء زين تملا خسنا سلم الله يسلمك عن تنسى لا تنسى يا الله متى بنخلص بس متى بنخلص خلي يوسف انزل اليوم ما حد جاي ضاري يجي مسالم ضاحي وعدي ومعرفين كلهم ذل الرباع ما حد جاي احسن ما يجون مستريحين شويه تراك انت ايش عليك متفوصع انا لا اتعب بس ايه باين جلس ما دك انا ابوك جلس لا احب جدا ما قدامك من عرق جبين يا اخوي كم بدك كان عرق جبينك انت لا انت ترى ايش بتقول انت ايش بتقول انا ذراع اليمين خلف ذراع اليمين وانا يسار انا يسار جلس ما جلس السلام عليكم سلم على مين انت وانت بيكون سنور ما سلمت واحد واو تعال زين يوم لقيتك زين يوم لقيته من ربيعك اي نعم تعال هنا ايه كيف الحال اقول شايف هلال طيب دينا شايف هلال اقول شيء ما لا يسلم عليك ويقول لك وين حرصه هنا ذهب نفسك وتصير البلاد معه زين تو انت مو تقول لا اله الا الله انا بعد مو اقول أقول ما لا احتلت مالان يقول لك حرصة هنا وبيجيك هنا وبتصير انت وياه من هنا فهمتني ها هيه باغر طب مبزلي بعد ما بادي شوف فصيح هذا فصيح والله أخنقك كم هالنمونة حد يجيبه هالنمونة يوم تصير ستيشن ما تجيب لي من هالنمونة هذا خلاص ماشي رجوله في القبر ورجوله الثانية فوق الأرض لا 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 لا, لا ما زين هذا فصيح هذا فصيح باين أقول أنا لا باغي أرطب ولا باغي منك شيء باغي إنك تجلس هنا وتحرص مال يا مالان تعال مالان زعلان؟ تبي الصراحة؟ زعلان كانت تبي الصراحة زعلان وزعلان والله لعن أفصك واحد بفص عمري ها وحدي أقول شي؟ أنت هي بغى تصير هي بغى تصير عزيز السوق اشتري ملح
اشتري ملح؟ ايه عزيز سوق عجب. سير سير وينتظرك. سير ابوي سير ان شاء الله ما نشوفك ما تجي مره ثانيه. انا مونة هذا حال يبغى يستقبلها. لا اله الا الله افصك اذبحك. انا فاصل عمري واحد يفاصل عمري واحد والله العظيم فصلوني ولا ابغى. ايه الله يجازيك يا ملا الله يجازيك. وما انا جيت ما كسير اليوم عقب يا ولد. اليوم انتم ما بتسيروا؟ لا ترى ما عندنا تاير سبير. يعني ما تقدروا تسيروا من دون تاير سبير؟ وكيف تبغينا نسير بدون تاير سبير؟ كيف باغي تعقينا في السيوح؟ عصيركم هي سارين ابوي. احنا سارين مسلمات ومسلمات كلها احصى. وين نعرف المسلمات دور؟ هذه المسلمات تدور في الباطنه نصبوه في الباطنه. دوكم من هين دي تعرف الباطنة من هين؟ ذي أبوي البر ما خرجت من الفيقين. طلعت عمو طلعت. وين ما طلعت من زرت العز وجيتنا. دوكم ذي تعني البلاد بو هي ساكنتنها ولا هين دي البلاد من مسلمات هين؟ زين المسلمات ولاية كبيرة؟ لا 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 نصرول لا هذه منطقة في ولاية كبرها كما الفيقين اللي انتو ساكنين فيها. آه أي. يعني هذه ما ولاية. لا مسلمات من هين ولايات عقب؟ اشوف ايش اليوم تتسالي وتسالي. مو هناك عندك يا بنيه؟ ابويا خليها تسال شي خليها تشوف الدنيا وتسمع عن الدنيا ومعانيها. نعم وانا بخبر قارتي شيخه يكون في يوم من الايام تدلينا الابيض وتودينا عند حيانه. هي دوكم نبى الوالده الله يهديها توهين الابيض وهين مسلمات. لكن اقولش الوالده انت هذه الولايه تحيديها؟ يا ولدي كيف ما احيدها؟ احيد هذه فيها منطقه الاقال وفيها افي وفيها الهجار. يعني انت كل هذه المناطق شفتيها وزرتيها؟ وابويك يا ابوك الله يرحمه كان زمانه مره ما بقى مكان وما صار له. يعني قصدك تقولي ان الوالد الله يرحمه كان مثل الشايب خلف؟ احسن يا ولدي احسن. الحين بعدها ما جاب القدو. من هو؟ هذا عنتور. عنتور؟ ايه عنتور سال السوق يجيب غليون. وين حالك انت؟ مو يجيب غليون؟ عجبهم خلص غليوني من كذا اقول هذا غليون ما يجيب لي يسوي شوي يكتبوني في القدو. انا تعايت منكم انتو الثنين. هو يقول انت تدخن واجب وتطرشك رساوي الحين وين مرقنا منه وما عشان يجيب لك غليون ذي. الله يجازف لي. هو اللي قال الكلام كذا؟ قال هو؟ نعم قال هالكلام. ما عليه بيجي. هو الله يا ابليس هو مخلص علي الغليون هو ما حد غيره. ايه مخلص عليك الغليون وهو عليك. يقول انت وانت تقول هو. ها انتوا رسولكم على درب دوا بيجي دوا. احب انا بعرف ليش شغله. انا بعرف ليش شغله. هذا بعد يقول انا علي انا يقول ها عليك ما عليك يا عنتور ما عليك. انا اقول هنا الغليون يمشي هنا يمشي اسراه كله قاب عرض واقع طول النهار وانا شويه تشوبني يا دوخ تشوبني. والله العظيم. ها ايش فيك بعدنا؟ ايش تلسلس انت؟ ايش تلسلس؟ ها؟ وايش تلفت؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش تلفت؟ ما ماشي. اها وتقول لي شيء. اها وتقول لي شيء. كلام انا ما خبرك. افا الشيمه بهذول؟ خبرني يا ابوي كان في شيء. قول لي الشيمه. هذا فادي عين اللي بيحترق. قول لي من هناك. اقول لك. ها؟ لكن اها وتقول لي مثل ما قلت لك. اها وتشارني وتشلق القبض تضربني. اذا ضربتني ترى ما اقول لك. لا شيمه القبض وراني. ها ها ابوي تحكي. قول شيمه. اقول لك؟ اه قول لي ابوي. قول شيمه ورد فوق. يا الله هاي مو جابته. السلام عليكم. عليكم السلام. شايب هلال استاف استافت واستافي تراك استافت. ايه شايل الصم هاي. ايه شايب ان الحيده حرام ما صار داخل مسافر خانه. ايه شايب بدي يسمع كيف انتم ما تسمعوا؟ انا قلت لكم السلام عليكم. اه قلنا لك عليكم السلام. كيف حالك؟ كيف ابو سيد كاكين يتكبروا ما يردوا السلام؟ لا حول بيركبنا ذنب الحين. سوي عين ذنوب بيخلط بيخلط. هاي جربتك انت ما تسمع. سوي عين الحين ذنوب. قلنا لك ابوي من الصبح عليكم السلام عليكم السلام. كيف تقول لي ما شيء قرفه؟ يلا خذ لك عطوه عطوه بلاد عطوه بلاد يا الربع عطوه بلاد. هاي ناقصنا هاي ناقصنا. اقول كيف حالك؟ مو جاي منك تو مالان بيجيك داخل ناخ بيجيك سير داخل. ماشي عندنا سحب فرض ماشي. وابوي وابوي
مود البلية مود البلية قبلك لا قبلك قبلك جالس بحر عم بحر صوتي بحر أبوي ما نبغى سحفر نقول لك مالان بيجيك داخل سير ناقل تاح سير زعلان؟ ما زعلان ما زعلان أبوي اثنينك وين غدا بصبعك ما زعلان أقول لك مالان 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 تومي مكيك تومي مكيك تومي مكيك لو من ذا حمدان يا الله يا الواحد من الكبد يا الله شل أبوي شل داخل طفر بيه ما حسي عورني حسي يبغالي شلال يبغالي شلال أبوي أوه شاي بلال سير تحت داخل سير لا خدعتني حسي عورني حسي سلام عليكم 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 السلام عليكم أهلين مالان كيف حالك شاي بلال زين يوم جيت أتفكني من ذا الصم لا دو ذا الصم وابوي وابو أقول شي هتسير وامو هتسير وامو شين شين أبوي شين أبا قصر البلاد ده وامو شين ما قصر من عندنا شين البلاد البلاد شين أبوي شين له ده مو يقول ذا وامو هتطفر ولا دك من حال يمكن يسمع ابوي خلينا نسير قم عقب مو رايك لو قلت لك ان الموتر مخترب اليوم ما نسير لا حول مالا مو هناك بعد ابغى تخليني مو في الموتر ابوي نو ولا شيء ولا ودف كلوه خليه برد لك فؤادك شويه شيء ايش يبرد اسميه لعوزني في الطريق يوم انا جاي بسير لا اله الا الله اقول له انسار يقول لي مو 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 ما اعرف مو مو يجيب لي كلام ما ادري من هين اقول الموتر مخترب مش صفده باكر نسير خلاص كذاك يبغى والله على راسي عم خلف تو ما الذي تحكك ما له مو في ذا لا حول لا قوة الله مساكين هاي مساكين مبتلي فاضول مبتلي يا مالان والله ساعات رحمة هاي مساكين من سنتين هاي دا اسود جن صغير دا يسنه في الليل اقول يوم تمشي في السكيك سم بسم الله اقرا الحمد اقرا شيء ما يقرا ليش ما تسلحت المعلم سلمان ترى شليناه وسوي له حرج لكن نغيبه يوم غاب الحرز قام يتحكك الحين هاي ضرب جايت النضره وسوينا له هديه وحرقنا البان وسوينا له قريصه لا حول ولا قوه الا بالله مبتلي مساكين مالان بالحق مبتلي والله رحمه الحين اسوي له احيانا رشي له بودر فوق ظهره بودر كيمس حب بودر بودر ايه؟ بودر يا مان ودي البحر خليه يتسبح بيكون تروح من الحصوصيه ذي لا ما حصوصيه ضر النار دايس وجني عن من تتكلموا توف من تتكلموا فوق من لا اله الا الله محمد رسول الله شله ترى نقول الحين ما في عليه الحين بس توعد سواء اكبر مني ولا ما شفت احترام اقول خلا سايرين شله ما يعرف الا غير اذا شله ابوي انا شفت ناس صميم ما كما هذا لا حول ولا ها يا الله حج يعورني من كثر ما تصرخ عليه ها حي الله يوسف حي الله بيك با خلف هاي الجلسه من زمان اتمناها معك من زمان اني مشتاق لك يا با خلف الله انا اكثر مشتاق هالجلسه مشتاقني معلوم ابوك انا اكثر اقول نعم قول با خلف قول تكلم فخر زين عسها زين عسها اقول قول ان شاء الله مرتاح في شغلكم مع مالان مبسوط مرتاح بصحه جيده انا ماشي بس لكن صدقني يا خلف اتي واجلس اتذكر ذيك الايام اللي كنت ادور فيها شغل تجيني حيسه في البطن تجيني حيسه صدق نعم يحيسني بطني معلوم لكن تو عاد ما دمت انا اشتغلت عندك انت واستقريت في شغلي اني مرتاح بصحه جيده ما شاكي بس ما ناقصني شيء يعني معنى هاي كلامك اي قول انك ما ناسي فضلي عليك وحد ينسى فضلك باخلف فضلك فوق عيني وراسي فضلك يعني لما انت باخلف كنت انا ضايع في السكيك يعني هذه حالتي ما تنكر المعروف ابدا الحمد لله رب العالمين ابدا هذا هو المطلوب ابوي هاي الله يخليك هاي الله يخليك ويدومك باخلف هاي المطلوب ابوي انسان اصيل انت انسان اصيل معلوم انسان طيب انت معلوم اي اقول شيء قول باخلف ما دام انك انت الحين مرتاح في الشغل ومبسوط والحمد لله احوالك بدت تتيسر اي ها نعم
ما ناقص انه غير بنت الحلال، اقصد يعني تتزوج. هذه النقطة هذه في خيالي ذي ما ناسني. لكن بخلق عاد كما يقول صاحب مثل. العين بصيرة واليد قصيرة مسكينة. اليد شواسي. اليد تطول ان شاء الله. تطولي؟ هذه تطول. بوجودك انت. ما دام موجود. بوجودك انت تطول. ان شاء الله. اي انت انسان عصير انت. شوف. طيب انت طيب. شوف. اشوف. بنت الحلال انت نجها واختارها. والمهر علينا الله يخليك. نعم علي. لكن حامو بخلي تكلف نفسك. افا يا يوسف لا تقول تكليف. ما تكلف نفسك. لا تقول تكليف. انا علشانك انت وعشان خواطركم كلكم اضحي بحياتي. الله يخليك. خصوصا عواش. نعم صدقك. صح كلامك. اي كان سمعت مني شيء واحد. انا ناوي ان شاء الله يكون زواجي وزواجك في ليله وحده. يا ليت. نعم اكون تدخل انت مني وادخلني منك. هذا يوم المنى هذا. لكن هسألك سؤال عتبة خلف. تفضل. توف انته بالله عليك. هذه السنوات كلها عزوبي. عمو توفى كيف تتزوجت؟ تراني مو اقول لك يوسف مو اقول لك سيحي. تراني شوف ليش حالتك. هذه حالتك. مرتاح؟ فاضول ما نافع انك فاضول. ليش نافع اني؟ ما نافع انك شيء. انا نافع اني غير في الدكان وبس. بس. والحين سمعت مني انا شوف يوسف. الحين انا لا عندي لا ولد مساكين ولا تلد ولا تلد ولا حرمه تريحني ما حد. ولا حد يغسل ثيابي. عندك كل حد يتمناك انت معلوم. كل حريم يتمنى انك معلوم. انا مش اجبر كي واقول ابي يجني 10 20 لكن مثل ما يقولوا مو يقولوا الحب عور عمل عور ما يشوف. ما يشوف. اشوف ولا الانسان انا بالمره ما احتاج لا خلف. جمال ودلال معلوم ومال اوه اي وشي واحد غلطان الحرمه ما تبغى غلطان. شوف انت قاعد هذا كل شيء راجع لك انت. قول انت الامر بيدك لانك انت رجال البيت وكل شيء يستوي على يدك انت ان شاء الله. بخلف فهمني زين بعدين ما دخل مزاجي ما فهمت. ما فاهمني. افهمك شيء. مو هنا مو هنا مو سوي هنا مو سوي انا اقلع عينه. هم هذا وهناك هذا وهنا مو تسوي انت. ها انت من هين جاي؟ من هين من هين جاي؟ هي تخبرني السالفه مو هنا. اصرخ ترى. خلي امشي امشي. خبرني ولا ماني اقلع عين دراني. ماني خلف شوي. اقول بخلف. فهمني زين فهمني بعدي ما فهمت. هي والله هي والله يا انك الكلام يا انك. قول بحلق. اقول سمعت مني. انا تراني يوم نويت اتزوج قلت ما باخذ من بعيد احسن لي من قريب ونحن وياكم متعارفين متفاهمين. وتراها تعرف العروسه من هين؟ من هين العروسه؟ من بيتكم. انه بعدني مو قلت بخلف. وسالت الوديان عندكم واقف؟ ما اقول لك يا اخي الوديان نزلت والشراد نزلت. بونا صارت حشرة عندنا بالبلاد. النخيل كلها راحت والمزارع مرة اختربت احتشرت بلادنا. زي حسابنا كم يوم هذا السيل يجلس عندكم؟ ما أقول لك 7 أيام 6 أيام لكن مو كلها اختربت البلاد. 7 أيام ليل ونهار المطر ينزل. بونا الشمس ما شفناها. احنا ما جلس عندنا إلا يومين بس ولا شفنا شرقة ولا شفنا وادي. اسمع الشايب خلف يتنازل مو عنده هناك. خلي إذا مع بشاكيرة. لا أنا 20 ساعة يلعي. لا انا بروح اشوفه. خليك انت جالس هنا بشوفه انا. زين زين خليه يجي معك عقب. زين انا بقوم بروح اشوفه. خليك انت مستريح هنا. زين اشك شاي خلف. انت تقعد عمرك كذي وهي ايه ساير انت مخلي الدكان ما حد فيه؟ هي ساير. انا ما صرت مكان. كيف ما صرت مكان؟ ورجال يجينا سنين يتعب وسالم سكي سال. قلت لك ابوي انا ما اتحركت من مكاني من هنا. ورجال عجب ما يكذب. من هو؟ محل غيره. شايب هلال؟ جالس سكي جالس مثل سديس الناقص جالس. ما اتحركت من مكاني انا اقول لك ما اتحركت. اي ما اتحركت اي ما اتحركت. اقول. وكيف يوم يجوا الناس يشتروا شيء اغراض يبغون تقول لهم ما هي مخلص ها؟ بعد تتعنتر على الواد بعد ماشي من يقول ماشي. ابوي ما قلت هذا الكلام. ما عندي خبر ابدا بالسالفه. ما عندك خبر ها؟ ما عندك خبر. تو بيجي رجال بيخبرني تو قدامك بيجي. اقول له مو سوى عند دور يخبرني كل شيء. خليه يجي وخليه يحرق بليفه. خليه يجي تو بيجي.
اجري لما قال قدامك كل شيء بيقوله ولا سوى كلامه صحيح انا اقص من معاشك بس انت من معاشي 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 ايه بعد 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 دمر علي دمر دمر علي بعد اي معاشك ما يكفي حتى ما راس بصر ما يكفي من المسؤول كان الواحد ايش يقول فيه ان شاء الله مو هناك سالفه خير 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 ان شاء الله خير مالك كذاك طالع في الشايب خلف الله هداك انك ما تعرفني من انت نوى بعد من انا الله هداك خميس اللي نازل عندك مسافر خانه اسمح لي يا ابوي اسمح لي اسمح لي هاي الانسان ساق مني هاي الكن اسمح لي خير ان شاء الله مو السالفه من هين يجي الخير ما دام هاي اقبالتي هاي الكن هلاك كان شي هلاك هاي مساكين الشايب خلف الله هداك من هين ابوي من هين هذا الانسان هاي تعبني ياك فاضل مسكين من يوم صغير معي ما شفت اي وحده غلط علي ولا سوى شيء غلط الناس ما كلهم واحد صدقك الناس ما كلهم واحد وبعدين فاضل عباره ولدك نعم صار له زمان يشتغل معاك وعباره معلوم يعني كل شيء يسوي لك زين اي صدقك فاضل ما مقصر لكن بس هاي اللي بالني بلوى هاي اللي بالني بلوى قلق قوم بعد جالس قدامي جالس مقابلني سير سوي نحن محتاجين لك شوية خير إن شاء الله مو هناك باقين لك شوية بنسافر خانة إيش هناك باقني مهم أخلاق بجيكم محتاج لك الحين ضروري الحين محتاج لك سير أخلاق بجي يا أبوي شوي أخلاق بجيكم سير لا شايف خلف اللي إحنا باقين لك الحين في شيء مهم جدا مهم إيه شايف خلف سير زين عاد بجيك شوف أحاول تحرك من الدكان انطبني انطبط عينك انطبني قوم الله هداك شايف خلق قوم يلا يلا جايينكم أمركم أنتم ما تجي في الأوقات الحرية هلا انطب الدكان تفضل هلا هلا بنطب بس ما شغل شيء أسمين إن أنا ابتليت روحي كان شايب شاي لي والله ابتليت واحد يبنى هالشغل هاي الهيشة أنا بشتغل عندهم هذين هيشة بقى لكن كيف أسوي خالي ها كله من فاضول كله من فاضول والله يا فاضول إذا ما رأيتك نيوم الضحى والله ما أنا هو وقت الزيب ها انزين فاضول سمعت الشايب خلف يقول حال يوسف يا ليت يا يوسف يا ليت ومو رد علي خلف رد علي خلف قال لي إذا كان من قدر الغوازي ما عليه ورد عليه يوسف قال له يقول الاغوازي بعدهم ورد عليه الشايب خلف وقال له باكر نتلاقي بس, بس 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 مو رد علي هذا سمعت انا من رد علي ورد علي وقال له وقال له ترى انا سمعتهم لا انا ابغى خلاصة الكلام يعني الزبده 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 انت متفيق اي متفيق مالني مو هناك ها متفيق يعني باغي تسمع الزبده ابغى اسمع الزبده هي 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 فاضول أيه؟ تعرف ان الزبده لازم يقشدوها اذا كان تعرف كذا جاوبني على سؤالي بس ابوي بس انا اقوم اسير عنك بس خلاص الزبده انا ما انت سير ما ابغى اسير مو ابغى اسير اروح عنك وانهينا اسير هتلكت والزبده انا مو ابغى الزبده صابر انت انا اقصد كلام اللي فيه فايده هي. الكلام اللي فيه فايده ترى هذا الكلام فيه فايده يا فاضول فيه فايده ترى اليوم ويوم انا جاي مخبر. ها هو هذا الكلام وانا جالس اخبرك ترى شايب خلف قال له ويوسف قال له لا بغيت الذرة وقال البرد من وراء مع السلامة ابوي ابغى منك سمال له كان كذا كلامك انت مع السلامة ابوي ما ابغى اشوفك ما ابغى اشوفك فاضول هو فاضول ابوي هين ام السلة وهين خلاص فرق كبير ما بينهن شايب خلف فرق السماء على الارض واكثر ابوي واكثر ما دام انتم جبتوا السالفة باغى اسالك تو اسال ابوي اسال ولو اني يقولون السؤال لغير الله مذله عمو شايب خلف ما مهم ابوي المهم خليه يسال اسال ابوي اسال تو الشايب خلف الشايب هلال اللي ساكن حيتنا اصله من هين ابوي اذا بغيت تنشد عن اصله اصله من وادي بني خروص شفت ما قلت لك انا عجب يقولوا من مسلمات ترى ساكن في مسلمات هو لأنه متزوج من هناك لكن أصله وأصل أجداده من وادي بني خروص شايب خلف أظني هذه وادي بني خروص ولا كبيرة لا لا يا ولدي هذه وادي بني خروص تابع لولاية كبيرة شايب خلف فين دور ذي الولاية أبو تابع لذا الوادي بعيد الشر والبلاء
انت ما تعرف مو من الولايات هذه؟ هذا تبغى الصراحه ودي ما اعرف. الولايه هذه يا ولد الحلال واقعه بين الباطنه وعمان الداخل. شايب خلف عقب هذه الولايه كبيره؟ ما كبيره عيل ابوي، واديها كبير وهي كبيره، وتشتهر هاي الولايه بالقص العماني المعروف. ومو غيره بعد؟ مالك اشوفك تسال عنها، مو باغي باغي تخطب منها ولا باغي تتحول فيها؟ لا ذا ولا ذاك، انا بس بغيت اعرف عنها ولو القليل. من حق الرجال ابوي يسال من حقه. عجب شوف ابوي، هاي الولايه اللي فيها وادي بني خروص، فيها المشمش والخوخ والرمان، عجب العنب، يا العنب بكثره فيها بكثره واجد. عجب ما دامك تقول كذا، كل البلادين فيهم كذا. ابوي عجب فيها سلسله من الجبال، الله، وحيث بعد جبل الاخضر، واي ولايه توقع بحيث جبل الاخضر تهب رائحه الطيب وريحه الاشجار والفاكهه من بعيد. يا سلام يا سلام. تو الشايب خلف؟ نعم. سالك الامام سالم بن راشد من نفس الولايه هذه؟ اي نعم، سالم بن راشد الخروصي من هالولايه. نعم، واهله واجداده هناك ساكنين في هالوادي، وادي بني خروص. ما هناك، ما يضرب الباب. سواهيب من فطوم؟ كيف حالك انت؟ كيف حالك؟ مخبارك انت؟ انا بسكر الباب سيري. يلا يلا يلا. الشمس؟ هي هنا. السلام عليكم ام يوسف. وفضل انت والدي؟ الحمد لله. الله يسلمك. مو حالك؟ الحمد لله بخير. اخبار؟ الله يسلمك. لوحدك جاي؟ هي وحدي، مو ما قامت بي. ها قلت بيكون الشايب خلف جاي بي. لا ما جاي شايب خلف، ما اعرف شلون. ما جاي. ايه ما جاي. الحمد لله بخير. مو حسوق ماشي هالايام؟ انا تو جاي من الفرض وتعبان، حالتي حالك. يوسف هنا سالم؟ يوسف سالم؟ يوسف والله ما ادري، حيده هنا احرص على الملكيه. ويوسف يوسف على اخو علي مستوي بخارنا وما طايع يقوم. اقول فطوم سير ابوي ورقي سيري. ما يخالف بقي خلاف، بقي خلاف بسير اخوي. انت مالك متواكل؟ جلست كاكاله تو بيجيك. اي لا مو حر عندكم؟ حر مو نسود الحلال، تعبانين لكن مو نسوي، صار عايشين مو نسوي يا ولدي. الله يساعدك ان شاء الله، الله يساعدك جميعا ان شاء الله. هذا مو حل من ذلك؟ لا اله بتاخر. يوسف واي يوسف. مو هناك عندكم؟ مو هناك. تعال هاري الرجال شويه كلمه. تراني قلت لكم ابوي ما ابغى تريق، ما ابغى، خلوني استريح شويه. مثلك انا بحس وران طول الليل. ابى اسير عنه اسير. اجلس انت معي استوي يا ولدي، اتتكهوش. ايه اتاخر؟ شوف اتاخر. اقول ولدي شايب خلف ما طر شيء بياكل ولا شيء. سالفه فاضل ساكن قاعدنا. يا حي اسمح لي ولدي فاضل. يا حي اخو مسير وراي طبخ. الله يساعدك ان شاء الله، الله يساعدك. زيدي لي معش غدا. انت ما قلت من قبل ولا نزيد لك، لكن اقصبوا عند حالنا. هي من كرمش؟ هذا كلش عالي. ما قلت لي مشاكل فاضل قاعدنا. بس عقب يوم الافاضل دوك ما يتحكى الدوك، كله قرب. تحكيت من دوك كيف تحكيت؟ مالك والده. سوي لنا فضل زي سوي لنا عشان فاضل مشاكل. انت شير شير شير. اخوي فاضل يا حي الله بستريح. كيف حالك؟ كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يسلمك. كيف صحتك؟ الحمد لله. ان شاء الله مبسوطين؟ الله يسلمك. كيف حال شايب خلف؟ الحمد لله. كيف السوق عندكم زين؟ بخير الله يسلمك. يا حي الله. من هنا جاي تو؟ من هنا جاي تو؟ من الفرضة. شوف مساكين. ولاقيت سالم قهوي. اي. وقال لي ترى عند يوسف صوغات حالك. يا حي الله بيك. وعلى قدركم. شوف مساكين. ها؟ يوسف. نعم جاي جاي. تعال تعال تعال. استريح تعال البيت بيتك. اروح شوية داخل واجي. زين لكن اقول لك السوق ما حالك سوق. اعرف ترى السوق ما حالي. لا تحكك واجد، لا تحكك. مو هناك عندي اسمه هناك. وانت بتقول ابو فواله اتعلم بحالنا؟ اتعلم مو في البيت ولا ما في شيء فواله ولا لا؟ عادي جايب جايب الحين. عين وحدي ماشي برطب. ما جايب برطب. جايب اني ناس وخوخ. هاي سمعنا الرجال يسمع. كان معنا انا ناس وخوخ نخلي حالنا، حطونا ما نعطي ذا لحنط فاضول. شايف فاضول مساكين. اسمعني انا ازحب له سح
صحة سويلة؟ اي زين. واذا ندقي عايشة تصل القهوة انا يكون عاد مزهبة سحالة. اه هي غابت عايشة هي غابت. ابوي عايشة ونصر وسارات يستقين فوق الطوي. زهب زهبة نفوالة. زين. ولا ساعدت رجال. اي. لا تفضحني قدام الناس. كثير اهلا كل مرة ثانية بعفوالة. اكبر عليك اكبر عليك. هلكوني جلس وحدي كل واحد بوجه قلق خلق. كل واحد بوجه قلق خلق. ما اعرف يسوي لي قهوة ما اعرف باغي على هلاك ولا على ذبح. كان كمسدس ناقص مخلاك كذاك وين الشا هين الشا ما هنا عصيته دوكم اخوي فضول اسمح لي تواليت عليك شويه تواليت اسمح لي كيف حالك انت الحمد لله مثل ما تشوف وكيف حال شايف خلف بخير كله بخير مستانسين الحمد لله خليه بابي خليه وين فلاقي القهوه تعالي ما رو ماشي لهم سنين زين سيري بسيري سونه واحده صغيره مرسونه ما اسوي فيها هلكيني نطعه اجيب هنا القهوه نجيبها اي والله فضول اي والله نحوس القهوة في ناقين ما علي يوم يجي إذا ترى هذا عاد موجودة قلنا حال الوالدة قلنا ما زي مساكين شاه الأخ فاضول وجاي وما يتقهوى لا لا إن شاء الله الأيام الجاية بنصير أهل وحيان عسى إن شاء الله عسى ولا ترى خنيزي ده خنيزي قل سهل إنه يخوص وتقول مو قاعد تتكلم مو تقول لا قول إن شاء الله عسى بحرمة زين إن شاء الله عسى لكن هين فاضول ماشي غوازي ماشي يا ولدي عشنا منقلب ماشي مياجي البارحة جاهز أنا عند عصيم خميس وسال من قهوي وما لان يقول العب تزوج لا حول ولا قوة إلا بالله وشايب خلفنا ما قال هالكلام شايب خلفه أشوفه ما يضم عنك كلام ما يضم عنك شيء لازم ما يضم كيف هذا حمو يقول لك كلام مو أنت قهوي أنا أتزوج ولا ما أتزوج لكن أقول له قانصة وفاتحني في الزواج لكن فقر لي مخي نعم إنه فقر لي مخي يوم قال لي إن الحرمة منك من بيتك الزوج أبوه تتزوجها من بيتك من هاي الزوج أبوه يتزوجها من بيتي من هذا انت تعرفنا داخلنا وتسي وتقعنا شفت يوم الايام عندنا منيح للزواج ماشي عندنا هاي فطوم صغيره وبعدها بعدها من قالك ماشي ماشي من هي من جد امك في حل زواجها واختك عواش انه وبعدني ود الشايب عواش ها عمتو مو فيك يلا اشوفك كانك زعلان اليوم لا لا زعلان ولا شيء لا 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 ما يصير أنا كل يوم لما أجي ألقاك مرة حمقان وزعلان وتعبان مو فيك اليوم قلت لك ما في شيء زين قل لي منك ولا منهم لا مني ولا من حد زين خبرني الشايب هين شايب توه بيكون داخل من الشياب أنا أقصد تو أنت عارفني ومو من غيره هذا الشايب شايب خلف ما شايب خلف شايب هلال هين وما جه هنا اليوم شايب لا بلا جاء وسار زين اسمعني زين قل له جمالان وقال ان اليوم الظهر ساعة 3 انتظرني حيت الدروازة الكبيرة بتسيروا؟ ها بنسير اليوم ان شاء الله بخبر لك تعال مالان يا اخي انت بتسير ابغاك تجيب لي هذا كمر والله النبي خلاص الشايب خلاص بيعطيك من مشاهرتي شايب خلاص بيعطيني؟ انا اجيب لك من عندي والنعم افا عمتو افا يلا اما ما بوسع حشي دوك ابو قرادة دوك كمان لا سلمني عليه سلمني الله يسلمك مالان نعموت نعم ابنت الشايب خلف يا البخيل شوف العرب شوف الناس